ورحمة الله وبركاته. هنكمل يا شباب مع بعض حل بعض المسائل كده والتطبيقات على الجزء بتاع شابتر 5. هات كده المسألة رقم 5-6، هتلاقيها صفحة 120. بتقول لك ايه بقى؟ بيقول لك for an interest rate of 4% per 6 months وسكت، وبعد كده في كومة وبدي لك بقى جملة تانية. Determine the nominal interest rate per number A semi annual period, number B year, number C 2 years. طيب ال 4% اللي هو مديها لك دي قايل لك per 6 months وما كملش الجملة، فدي معناها إن دي فايدة اسمية ولا فايدة فعلية؟ يعني nominal ولا effective؟ قلنا من الفيديو الأول اللي هي هتبقى إيه؟ effective، لأن كان أصلها إيه؟ كان أصلها احنا قلنا الافكتيف الرمز بتاعها ار، كان اصلها كده 4% بير 6 مانث كومباوندد مانثلي. يعني انا كده كومباوندد، سوري مش مانثلي بقى، كومباوندد ايه؟ خد بالك دول 6 شهور، 6 شهور يعني نص سنة، يبقى كومباوندد ممكن نقول 6 months ها بس، فدي تعتبر فايدة فعلية طالما ما قالكش جملة تانية بعد دي، يبقى دي تعتبر فايدة فعلية. ماشي، هو عايز ايه؟ عايز النومينال. طيب حاضر، يبقى النومينال اللي هي رمزها الأول هتساوي، طيب عايز ال R بير النومينال انترست ريت بير سيمي انوال بيريود، سيمي انوال بيريود. طب ما 6 مانثس دي اللي هي سيمي انوال، صح ولا غلط؟ يبقى ال R هنا هتمثل مين؟ هتمثل برضو ال 4% ها بير سيمي انوال كومباوندد 6 مانثس او سيمي انوال، اي حاجه الاثنين بنفس المعنى. يبقى هنا في الحاله دي الار تساوت مع مين؟ مع الار في الحاله دي. طيب في المطلوب نمبر دي بيقول لك ايه؟ عايزه بير يير، يعني ده كده ايه؟ أنا عايز نمبر بي، عايز يجيب الفايدة الفعلية في السنة. طب إذا كان دي كانت 4% في 6 شهور في نص سنة، طيب يبقى في السنة هيبقى قد إيه؟ هتشوف بقى السنة فيها كام نص سنة؟ السنة فيها نصين، وبالتالي يبقى الآر هتساوي الآر اللي هي بير يير بقى هتساوي، هتقوم عاملين أنت كده 4% على الاثنين. هقول لك غلط ليه؟ طب تعالى نشوف كده اصلها ايه في المقص اللي احنا كنا بنعمله. ال 4% دي كانت في نص سنه، طيب يبقى في السنه قد ايه؟ يبقى 1 في 4 على نص، 4 على نص الاثنين هتطلع فوق، يبقى 4 في 2 ب 8 مش ب 2، انا دي كده كنت هحل على 2. يبقى ده معناه ان انا بقى مش عايزك تحفظ القانون ده بالذات عشان القانون ده بيلخبط، ما تقوليش على طول ار على ام ار على ام، لا خصوصا في الجزء الاول اللي هو بتاع الار ما تقوليش ار على ام. شوف الاول المقص هيطلع لك ايه وحل بناء عليه، عشان هي ساعات بتبقى مره ار في ام وبتبقى ار على ام على حسب بقى. فهنا ال 4% مش هتتقسم على الاثنين، امال ايه؟ هتتضرب في 2، يعني دي كده المفروض هتبقى 4% في 2 اللي هي 8%. طب 8% اليونتس بتاعها ايه؟ اليونتس بتاعها هيبقى بير يير كومباوندد، كومباوندد ايه بقى؟ ها سيمي انوال، سيمي انوال بقى كده. ده المطلوب التاني.
ماشي. يبقى انا امتى بضرب؟ انا امتى بضرب؟ ما بقسمش لو المطلوب اللي هو عايزه اكبر من اللي هو مديهولك، لو هو اكبر من اللي هو مديهولك. انما لو حصل العكس، خد بالك بقى من الحته دي، لو حصل العكس ساعتها بقسم. طب انت عشان ما تتلخبطش بقى من الحكايه دي، اعمل المقص الجميل ده اللي احنا كنا بنعمله واحنا صغيرين، ده هيحلها لك على طول، وبناء عليه هتشوف بقى عن طريق المقص ده كنت هتضرب ولا هتقسم. جميل. نمبر سي بيقول لك ايه؟ عايز النومينال بير تو ييرز، النومينال في السنتين. نفس الكلام، هسأل نفسي السنتين دول فيهم كام نص سنة؟ إذا كان السنة فيها نصين يبقى السنتين فيهم اللي هي 2/2، الاتنين هتطلع فوق، هيبقى الاتنين في 2 بـ4. إذا ده معناها برضو إن إحنا هنضرب مش هنقسم، يبقى هتاخد الـ4% وهتضربها في كام؟ هتضرب الـ4% في 4. 4% في 4 اللي هي بـ16%. اليونتس بتاعها ايه بقى؟ بير تو ييرز كومباوندد سيمي انوالي. ده كده بالنسبة للمسألة رقم 5 6. بعد كده هنحل المسألة رقم 25. بص على 25 كده. 25 بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه 25؟ What is the future worth 5 years from now؟ عايز الفيوتشر. طيب مديك البريزنت ب192,000 وبمعدل فايده 1.5% بير مانث. خد بالك يعني المعطيات اللي هو مدهاني، الـ1.5% بير مانث دي معناها ايه؟ معناها الاي ولا معناها الار؟ احنا قلنا طالما قال لك بير مانث وسكت يبقى دي كان اصلها ايه؟ كان اصلها بير مانث كومباوندد مانثلي. طالما الاي بي هي السي بي، بقت ايه؟ بقت افكتيف، بقت فعليه. يبقى هو مديك الفايده الفعليه الاي مدالك بكام؟ ب1.5% بير مانس. دي الجيفن اللي هو مدالك كومباوندد مانسلي. وعايز الفيوتشر بعد 5 سنين ومديك البريزنت وورث ب192,000 اهو. خد بالك ال N عندك هيبقى عدد السنين، لانه قال لك 5 years from now، ما قالكش 5 months from now، ما قالكش 5 شهور من دلوقتي، قال لك 5 سنين من دلوقتي. معرفش انت خدت بالك بقى من حاجه كده ولا لا. يبقى هي دي كده، عايز الفيوتشر هنا عند السنه الخامسه، وهنا الزيرو، وهنا 192,000 اللي هي دي. يعني هو حاطط هنا 192,000، عايز يعرف هيبقوا كام بعد 5 سنين. 5 سنين، انا بقول سنين مش شهور. طب الاي اللي انت مديها لي، الاي اللي انت مديها لي سيادتك 1.5% بير مانث كومباوندد مانث، شغاله كلها على الشهور. طيب ايه الحل بقى في الموضوع ده؟ ايه ده، هو مش انت قلت لي في اول الفيديو ان احنا لو الوحدتين زي بعض هدخل بيهم الجدول؟ تمام، انا قلت كده، انا بعترف ان انا قلت كده، بس ده في حاله واحده، لو الاي البيلود بتاعها زي البيلود بتاع الان، زي البيلود بتاع الان، ساعتها تقدر تخش الجدول. بمعنى ايه؟ هنا الان عدد السنين، هنا الاي كلها شهور، يبقى ما اقدرش ادخل الجدول. يبقى في تعديله بسيطه انا محتاج اعملها عشان اقدر ادخل الجدول. طيب يبقى المساله دي عندنا ليها حلين. هبدا لك باول حل،
اول حل هتعمل ايه؟ ممكن تسيب دول. يعني انت قلت لي انا عايز ادخل بديل جدول، خلاص جميل ماشي، بس الان ساعتها بتاعتك لازم تبقى عدد شهور مش عدد سنين. هو مديها لك عدد سنين 5 سنين، يعني الان هنا مديها لك 5 years. 5 years، يبقى انا محتاج احول من سنه لايه؟ لشهور عشان اقدر ادخل التابل. يعني الان هنا بمعنى اصح هتبقى عباره عن 5 في 12، سنه فيها 12 شهر اللي هي ب 60. ايه ده؟ بقت المساله سهله خلاص. يبقى اقدر احسب الفيوتشر. الفيوتشر هتساوي ايه؟ هتساوي البي ها في الاف جيفن دي والاي والان. يبقى الفيوتشر هيساوي البي بكام؟ ب 192,000. طيب انت هتدخل بقى في التيبل بتاعك عشان تدور عن الاف جيفن بي. طيب هتدور في معدل فايده كام؟ 1.5%. والان بكام سيادتك؟ مش بخمس سنين، الان هيبقى ب 60 شهر. يعني هتروح عند ان ب 60 واي 1.5% وتطلع الاف جيفن بي. الاف جيفن بي هتطلع 2 علامه 4 4 3. انا نزلت لكم التيبل عشان اللي مش معاه لا الكتاب ولا الجداول يبقى يبص في الجداول. ماشي، هتضرب ده في ده 4 6 9 زي ما تطلع بقى، زي ما تطلع دولار. واللي عايز نصور له حاجه في الكتاب يبقى يبعت لي، يبقى يبعت له، ابعت له في الشات. طيب ده كده اول حل. طب بالنسبه بقى للحل الثاني، انت دلوقتي في الحل الاول عملت ايه؟ خلينا نفتكر قبل ما ننسى، انك حاولت توفق تخلي الان الوحده بتاعتها زي وحده الاي. طيب انا الحل الثاني بقى هعمل ايه؟ هعمل العكس. العكس ازاي؟ يعني هتوفق وحده الاي تخليها حاجه بير يير كومباوندد انوالي. طيب تعالوا نشوف بقى نحلها ازاي. ده كده اول حل. معلش دي كده 192. الحل الثاني بقى، الحل الثاني سيادتك ان انا دلوقتي هضطر استخدم القانونين اللي انا قلت عليهم في اول فيديو. اول قانون اللي هو بتاع الاي بي، وتاني قانون اللي هو بتاع السي بي. يبقى انا لازم احول دي واحول دي، ما ينفعش احول واحده واقف. احنا قلنا في الاي اللي هي الافكتيف عشان ادخل بيها الجدول لازم يبقى الاي بي هي السي بي. طب تعالى بقى نحول سوا. يبقى اول حاجه هجيبها الار هتساوي انا دلوقتي عايز اخلي دي بير يير. طيب اذا كانت دي كانت 1.5 بير مانس، يعني دي كانت 1.5% في الشهر. طيب في ال 12 شهر بقى هتبقى قد ايه؟ يبقى هضرب ال 1.5 في 12، عشان كده بقول لك ما تحفظش، عشان ممكن هي مره تبقى مقسومه ومره تبقى مضروبه، فما تحفظش. فهنا انا هقول له ال 1.5 في 100 هضربه في 12 هيدينا 18%. تعرف تقول لي بقى زي الشاطر كده الوحده بتاعتها ايه؟ مين اللي هيتغير في دول؟ الاي بي. يبقى دي 18% بير year ها compounded monthly. هل اقدر ادخل بقى ليها الجدول بعد كده؟ لا لسه، لسه الوحده دي محتاجه تتظبط. يبقى تدخل على القانون الثاني اللي هو متعلق بالسي بي. يبقى هتجيب له بقى الاي على طول اللي هي عباره عن ايه؟ 1 زائد زائد ار على مين؟ على ام باور ام ماينس 1 اللي هي هتساوي ايه بقى؟ 1 زائد ار بكام؟ ار اللي انت حاسبها فوق اللي هي 18% اللي هي 18% على الام بكام؟ هتسال نفسك بقى هي السنه فيها كام شهر؟ السنه فيها 12، يبقى على 12 باور 12
ناقص واحد هتطلع لك 19.56 19.56%. لاحظت حاجة؟ إن الإفكتيف أكبر من مين؟ من النومينال. الإفكتيف طلع 19.56، النومينال طلع 18%. خلاص يبقى دي لحظة قبل ما ننسى، اكتب وحدة دي الأول، وحدتها هتبقى عبارة عن إيه؟ هتبقى بير يير كومباوندد ييرلي، ماشي، أو كومباوندد أنوالي. يبقى دي اللي أنا هدخل بيها الجدول. طب ما أنت ما عندكش في الجدول 19.56، هتعمل إيه؟ يا إما هتعمل انتربوليشن، يا إما تجيبها من القانون اللي هو الأساسي اللي هو موجود برضه في التيبل. القانون كان بيقول لك إن الإف بتساوي البي في الواحد زائد الأي الكل أس إن. خد بالك الإن هنا هتبقى 5 سنين زي ما هي، مش هتتغير. أنت دلوقتي وفقت الأي خليتها نفس وحدة الإن، فخلاص الإن ثابتة. إنما في الحل الأول أنا عملت العكس. عملت العكس إزاي؟ يعني دي سبت دول ثبتهم وخليت الإن بالشهور. يبقى أنت عندك الـ دي بـ 192,000 في 1 زائد الـ I بكام؟ ها يبقى دي 192,000 1 زائد الـ I بكام؟ خد بالك وأنت بتكتب بتعوض في الـ I، ما تنساش تقسم الـ I دي نفسها على 100. ليه أقسام على 100؟ لأن فينا نسبة مئوية في الآخر. أغلبكم بقى بينسى وبيكتب 19.56 زي ما هي، لا غلط. فلازم تتقسم على 100، اما تقسم على 100 العلامه هتتحرك رقمين ناحيه الشمال. يبقى انا هيبقى عندنا علامه، هيبقى صفر علامه 1 9 5 6 باور ان اللي هي 5، ويطلع الناتج بقى زي ما هي. بيبقى في ديفيجن، اختلاط بسيط جدا جدا ما بين الحل الاول والحل الثاني. ده ما فيش مشكله في الموضوع ده عادي. بس الاختلاف ما يبقاش كبير قوي. يعني انا عندي هنا الاختلاف طالع حوالي قد ايه؟ هنا 56 وهنا 62، حوالي 6 دولار مقدار الزياده. يعني الحل ده طالع زايد 6 دولار عن الحل الاولاني. ده كده المساله رقم 25. بص بقى كده معايا على مسألة رقم 25. 25 على فكرة كل المسائل بنفس السيكونس، هي بس خطوة في الأول هتعملها عشان تخلي الأي بتاعك افكتيف، وبعد كده هتكمل نفس المسائل نفس الخطوات بنفس خطوات شابتر كام؟ شابتر 4. بيقول لك ايه 25؟ عايز determine the future worth in year 5 برضو at an interest rate 10% per year compounded continuously. يبقى دي اللي هي مين بقى؟ اللي هي الـ R. هتساوي كام؟ 10% per year compounded continuously. قبل ما احل لازم اخلي النومينال، احول من نومينال لايه؟ لافكتيف. طيب هل احنا قلنا في قانونين، هل انا مضطر احول دي كده الاي بي؟ لا، ده انا هدخل على القانون الثاني على طول اللي هيشيل لي كلمه كونتينوسلي وهيحولها لها يخليها ايه؟ انوري. طب القانون الثاني على طول اللي هو كان الاي بتساوي ايه بقى؟ الاي اس ار ماينس 1 اللي هي هتساوي الـ E اللي هي 2718. الـ R بكام؟ الـ R اللي هي 10% اللي هي يبقى باور 0.1 ماينس 1.
هتطلع 10 و52 من 100%. ها التمييز ايه بقى؟ اليونت بتاعتها يبقى بير يير كومباوندد ايه بقى؟ كونتينوسلي زي ما هي؟ لا كومباوندد انوالي او ييرلي. جميل. هو عايز ايه بقى؟ عايز الفيوتشر. مدي لك الفلوت شارت بالمنظر ده كده ومدي لك جدول، فانت هتحوله لكاش فلو. سوري، فادي الجدول اهو عندك. عند اول سنه في 300,000، في 300,000 هنا، عند السنه الاولى، السنه الثانيه مفيش، السنه الثالثه في 250,000، السنة الرابعة صفر، السنة الخامسة 200,000، السنة الرابعة صفر، السنة الخامسة في كام؟ في 200,000. عايز الفيوتشر هنا، يعني بمعنى أصح عايزك كل دول تجمعهم ترميهم عند مين؟ عن الفيوتشر. طب دول هيمثلوا ايه بالنسبه للفيوتشر؟ ايوه هيمثلوا بريزنت، تمام، باختلاف طبعا عدد السنين. يبقى انت عندك ان الاف هتساوي، مش هينفع هنا بقى اقول ايه الاف هتساوي البي في الاف جيفن بي. ليه؟ لان انا ما عنديش في التيبل بتاعي ال 10 و52% صريحه، فهضطر برضه استخدم القانون الثاني اللي هو الاف بتساوي البي في الواحد زائد الاي لكل اس ان. تعالى نعوض كده على طول، البيئة هي 300,000. طبعا انت لازم تكتب القانون الاول، 300,000 في الواحد زائد الاي بكام؟ 10 و52%، ما تنساش تقسمها على 100، يبقى العلامة هتحرك رقمين، هتبقى كده 1 0 5 2. الكل اس كام بقى؟ دي كده عند السنة الأولى، وأنا عايز أنقل عند السنة الخامسة. اطرح الفترتين 5 ناقص 1 4. خد بالك الان اللي هو مديها لك عدد سنين، يعني في توافق ما بين الان وما بين الاي اللي انت حسبتها. 4 تمام زائد مين؟ كده انت حولت دي، خلصت منها. خلص بقى الثلاثة. طب الثلاثة كان عندها بريزنت كام؟ 250 مضروبة في 1 زائد علامة صفر، علامة 1 0 5 2 باور كام؟ باور ام. ام اللي هي بكام؟ اللي هي 5 ناقص 3 النهايه ناقص البدايه اللي هي 2. جميل. زائد ايه تاني؟ انت كده خلصت البريزنت اللي عند الواحد والبريزنت اللي عند الثلاثه. فاضل لك مين؟ فاضل لك ال 200، بس ال 200 دي عند السنه الخامسه، وانت عايز الفيوتشر عند السنه الخامسه، فال 200 احنا قلنا برضو ان الفيديو القديم اللي هو بتاع شابتر 4 ما بتتحولش، يبقى زائد 200 على طول. 200,000. ونجيب الناتج بقى. بس كده. دي كده اللي هي 5 26. الورق طبعا انا هبعته لانس واخلي انس يبعته لك. نشوف مساله ثانيه. آخر مسألة معانا 5 43. بص على 5 43، صفحة 122، بيقول لك إيه؟ برضه مديك كاش فلو في صورة جدول. بيقول لك determine the present worth in year zero at an interest rate of 12% per year compounded monthly.
طيب 12% بير يير كومباوند مانثلي، ايه ده؟ ده الاي بي غير السي بي، يبقى اذا اللي مداني دي اللي هي مين؟ ما هياش الافكتيف، النومينال. يبقى هو مديني الار هتساوي 12% في السنه وهتحصل عليها بصوره شهريه كومباوندد مانثلي. دي الجبل اللي هو مديها ماشي، وخد بالك مدي لك في التيبل عدد السنين، عند اول سنه كان في مبلغ معين، عند تاني سنه كان في معرفش 275,000. فاللي مديها اللي مديه لك في الجدول مش شهور، ده سنين. يبقى انا هعمل ايه؟ ها هحول بس اللي هي الحته دي بس، يعني دي 12% في السنه، محتاج احول من مانثلي اللي هو ده كده السي بي، عايز احول السي بي لمين؟ من مانثلي احولها لانوالي. يبقى الاي على طول، الاي هتساوي، هتقول لي طب انت ليه ما كتبتش القانون الاول اللي هو بتاع الار؟ القانون الاول ده انا كنت بكتبه بناء على الاي بي، كنت بكتبه عشان اعدل في الاي بي. طب ما الاي بي عندي متعدله، يبقى اذا انا هعمل جامب، هكنسل القانون الاول وهعوض على طول في القانون الثاني. يبقى الاي هتساوي على طول، يبقى انا مش شرط استخدم القانونين، الاي هتساوي ايه بقى؟ 1 زائد ار على ام باور ام ناقص 1، يبقى 1 زائد ار اللي هي بكام؟ 12%، يبقى 12% على الام. الام انا عايز دي دلوقتي عايز احولها لير، اسال نفسي بقى هي السنه فيها كام شهر؟ فيها 12، يبقى 12 باور 12 ناقص 1 هتساوي كام؟ كام يا اسامه؟ يبقى 12 علامه 6.8%. جميل. يبقى الاي افكتيف اللي انا هدخل بقى بيها الجدول 12.68%. لاحظ ان برضو الافكتيف قيمتها اكبر من مين؟ من النومينال. طب اكتب لي بقى اليونت بتاعها، خليها لي حلوه كده. طيب يبقى اليونت بتاعها بير يير كومباوندد، كومباوندد ايه بقى؟ انوال او ييرلي. جميل خلاص، هي دي بقى اللي انا هدخل بيها الجدول. طب نشوف بقى طبيعه المدفوعات اللي هو مديها لي. قال لي عند اول سنه في 300,000، عند ثاني سنه في 275,000، ثالث سنه 250,000. اظن ان احنا حلينا مساله زيها في شابتر 4. يبقى هو مدي لك المدفوعات بالمنظر ده من 1 لحد 5، من 1 دي كده 300,000، ده كده 1 وده الصفر، وعايز يحسب البريزنت تاني. هنا في 300,000 وبتفضل تقل تدريجي لحد ما توصل للسنه الخامسه 200,000. هنا 200,000. وهنا طبعا الان 5 سنين. ماشي، هو عايز البريزنت. طيب احنا قلنا الجزء ده عباره عن ايه؟ الجزء ده عباره عن جزء يونيفورم، ده كده اللي هو اليونيفورم اللي هو الانوي، مدفوعات سنويه بقيمه ثابته، زائد الجزء اللي هو الزياده، مقدار الزياده او النقصان اللي هو الجي. جميل. طب الجي هنا هتبقى بالبلس ولا بالماينس؟ بص كده، هو عند اول دفعه سنويه كان دفع 300,000، فضل يقل 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 تدريجي لحد ما وصل ل 200,000. فالجي هنا ساعتها المفروض هتبقى بكام؟ شوف بقى عند ثاني سنه كان كام؟ قال لك اول سنه 300، ثاني سنه 275، ثالث سنه 250، يبقى هو بيقل بمقدار قد ايه؟ بمقدار 25,000. 25,000 يعني دي المفروض هتبقى بالايه؟ بالماينس. جميل.
طيب هو عايز البريزنت، يبقى انا عايز البريزنت اللي هي عند الزيرو. البي تي هتساوي ايه؟ البي اي ها زائد او ناقص البي جي. احنا قلنا زائد او ناقص دي بتتحدد بناء على ايه؟ بتتحدد بناء على الجي. الجي هنا دي ال، فانا مش هستخدم الزائد، هستخدم الناقص. جميل. طيب البي اي كانت بتساوي ايه؟ تعالى كده نكتبها تحت. كانت بتساوي الايه في البي جيفن ايه عند اي، الاي دي كام؟ 12.68% والام اللي هي 5. بس احنا قلنا في الجدول مفيش 12.68%، فانت مش هتستخدم بقى القانون ده، هتستخدم القانون الاساسي اللي هو موجود في التيبل اللي هو صفحه 2. هتلاقي صفحه 2 عندك، صفحه 2 صفحة 2. بص كده، كان ال بي ايه بتساوي ايه؟ الواحد زائد الاي اس ان ناقص واحد على اي في الواحد زائد الاي اس ان. ده كده اللي هو مين؟ ده البي ايه. البي جي برضه ليها قانون انا كاتبه لكم في الورقه هتشوفوه بقى، هو كده كده موجود معاكم في التيبل يعني. هتعوض في ده وفي ده. بص كده الاي اللي هي 12.68% هتخليها انت ايه عشان تعوض ده هنا؟ هتخليها 0.1268. وعندك الان اللي هي كام سنه؟ المفروض 5 سنين. خلاص كل القانون عندك هيبقى بدلاله مين الفاريبلز اللي اتغيروا بالاي والان، تقدر تعوض فيه وتجيب البي ايه، وبعد كده البي جي ليها قانون برضو وتطرحهم من بعض وتجيب مين؟ تجيب البي تي اللي هو البريزنت فورس عند الزيرو. وبكده نكون خلصنا اهم الافكار اللي هي موجوده في المسائل اللي في الشابتر ده. اللي عنده اي سؤال بقى ان شاء الله يبقى يسالني في اي حاجه هو مش فاهمها، ابعت لي في الشات بقى اي حاجه بقى اللي انت عايزه. لو في حاجة عايز تفصل فيها أكتر ممكن أبعت لك رقم أو أنت ابعت لي رقمك وهكلمك إن شاء الله ونشوف الموضوع ده. بس أظن كده الدنيا يعني سهلة، وحاول بقى تجتهد. أنا عارف إن الفترة دي صعبة عليك، أنت بس اجتهد وإن شاء الله ربنا ييسر الحال كده بإذن الله، ولكل مجتهد النصيب يعني. خصوصا كمان إن أنتوا الترم ده لازم تجيبوا تقدير كويس عشان يعني ما تزنقش نفسك في قسم انت مش حابه. فيعني انا عارف ان اللود عليكم عالي، عارف والله، بس ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله ويعدي الترم ده على خير. وبكده نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.